هي جولة جديدة من جولات الصراع بين الطرفين، بين المافيا. والصراع دائما هو على المال. طبعا هذا الصراع ليس جديدا، خليني أذكر الجميع، بدأ منذ الثمانينات عندما اشترك باسل الأسد مع محمد مخلوف خاله اللي هو والد رامي مخلوف، يوم كان الخلاف على أموال أو عائدات التبغ السوري والتبغ المهرب أيضا، وبالتالي أدت تلك الجولة إلى عزل محمد مخلوف. طبعا بقي الصراع مستمر رغم العلاقة، علاقة القرابة بين الطرفين. يجب أن يعرف الجميع أن رامي مخلوف هو ابن خال بشار الأسد، والعلاقة صحيح. الآن تتعلق بالمال تحديدا. خليني أذكر يعني هذه الجولة الثانية من الصراع بعد أن كانت هناك جولات، طبعا جولة خلال العام الحالي. خليني أذكر الجميع قبل 15 يوم تماما تحدثت الصحف المصرية عن ضبط شحنة مخدرات تقدر بأربعة طن في ميناء بورسعيد، كانت متوجهة البضائع إلى ليبيا، وهي لشركة تتبع لرامي مخلوف اسمها يعني هي شركة ألبان تحديدا. كان ضمن هذه العلب الكرتونية حوالي أربعة طن مخدرات. طبعا رامي اعترف بوجود المخدرات، ولكنه الطرف اتهم الطرف الآخر، ولا أعني الشعب السوري بل أعني عصابة بشار، بوضع تلك المخدرات للإساءة إليه. وتم بعد ذلك الكشف عن شراء أسماء الأسد لوحة اللوحة من لندن بالمزاد. صحيح، لكن يعني بالعودة لموضوع هاي الشحنة، يعني قال البعض بأنه بالحقيقة من يقوم بهذه التجارة هي الطرف اللي صادر هاي الشركات بوقت سابق، وهو فعلا ليس رامي مخلوف، وإنما يعني النظام نفسه يلي هو يملك اليوم شركات رامي مخلوف. تماما تماما، كما قلت هناك تبادل الاتهامات بين الطرفين، بمعنى تم توجيه ضربتين لرامي مخلوف فرد عليهم بضربتين أيضا من خلال الإعلان عن شراء أسماء للوحة، وأيضا من خلال ضرب شركة تكامل التي يملكها ابن خالد أسماء الأسد